هذا وقد اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزاني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد بيكا هافستو وزير خارجية جمهورية فنلندا الصديقة وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر حوار الملامة. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية فنلندا الصديقة وسبل تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على الأصعدة كافة. بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين اضافه الى التباحث حول مستجدات الاوضاع في المنطقه والقضايا ذات الاهتمام المشترك